السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبة الأنبياء نعيش ومعهم نحيا هذه الدقائق التي نقضيها معا في ذكر الله عز وجل في حلقاتنا السابقة كنا نتحدث حول مقدمة عن قصص الأنبياء عرفنا من هم الأنبياء ولماذا أرسلهم الله سبحانه وتعالى وكم عددهم إلى غير ذلك من الصفات وما يجب علينا أن نؤمن به لان الله سبحانه وتعالى جعله جزءا من ايماننا اليوم ان شاء الله تعالى كان من المفترض ان نبدا مع النبي الاول وهو سيدنا ادم عليه السلام لكن السؤال الملح على اذهان الناس وهو ماذا كان في الكون قبل سيدنا ادم عليه السلام وما هي قصه بدء الخلق ذلك السؤال الذي انشغل الناس به قديما قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده انشغل الناس به حتى ان الانبياء سالوا ربهم سبحانه وتعالى عن ذلك انشغل الناس به حتى ان بعض الذين امنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود التي جاءت واعلنت اسلامها خص بذلك وفد اليمن جاءوا فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان اول الخلق لذلك اسمحوا لي ان نبدا حديثنا عن بدء الخلق ثم بعد ذلك ننتقل الى حديثنا عن قصه ادم عليه السلام وبقيه الانبياء بعد الحديث عن ذلك السؤال الذي نطرحه في بداية حلقتنا هو ما أهمية هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع عدد من الأمور الأمر الأول أنه علم ربما لا يعرف عنه الكثيرون من المشاهدين أو المستمعين معلومات جديدة لا بد أن يعرفها المسلم حتى يزيد علمه بالله سبحانه وتعالى ويزيد علمه بقدرة الله عز وجل ثانيا هذا الامر يساعد الانسان على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ثالثا بمعرفه قصه الخلق وبدء الخلق وما حدث بعد ذلك يعرف الانسان قدره في هذا الكون من ضعف وقوه وكذلك يعرف كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون بهذه العظمه وما هي الكائنات الموجوده حولنا وكيف خلقهم الله سبحانه وتعالى ليزيد ايمان الانسان. سيدنا ابراهيم عليه السلام اعتمد على مسألة الخلق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر لهذا الكون في حديثه مع النمرود يعني لما ادعى ذلك النمرود الألوهية سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت بسيطة الأمر هجيب اثنين أحكم عليهم بالإعدام وبعدين فلان انت براء يبقى أنا كده أحييت وفلان نفذوا في حكم الإعدام يبقى أنا أمت الحقيقة أنه لا أحيا ولا أمات لأنه الإحياء معناه الإيجاد من العدم وهذا الإنسان حياته حاصلة بالفعل ده إنسان حي أنت ما اديتوش الحياة إنما لما أقول فلان أحيا يبقى فلان كان ميت أو عدم وإنت اللي أحيته فالرجل لم يحي طيب الموت الموت أنت ما أمدتش لأنه في فرق بين الموت والقتل أنت لما أمرت بتنفيذ حكم الإعدام فيه أنت قتلته القتل معناه تدمير الجسد لتخرج الروح منه إنما الموت معناه خروج الروح ليدمر الجسد بعد ذلك يبقى الاثنين عكس بعض فحقيقة الأمر إن النمرود لا أحيا ولا أمات لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أنه ينهي هذه المناظرة فقال له ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت بدل ما يقول له لا انت احييت ولا انت امت يقول له لا او ندخل في صفصطه وجدال ملوش منتهى قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق هو الخالق ودبر الكون على ان الشمس تشرق من جهه الشرق مش انت بتقول انك انت اله فات بها من المغرب. القران الكريم بيقول فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فبمعرفه من الذي خلق وبمعرفه قدره الله سبحانه وتعالى يزداد ايماننا. سيدنا ابراهيم عليه السلام في الايات التي بعد ذلك القران بيقول واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاللي احنا هنعمله هو يا رب لتطمئن قلوبنا. يعني ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وبالتالي فان حديثنا عن بدء الخلق وقصه خلق السماوات والارض والجبال والبحار والانهار والملائكه والجن والانس كل هذا من الكلام نحن في امس الحاجه اليه. لنزداد إيماناً مع إيماننا. الأهم من كده مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة الرد على الملحدين. الملحدين اللي وقعوا في الإلحاد بالفعل، وكذلك تثبيت من تراودهم الأفكار. بمعنى بعض شبابنا بيقع في الوقت الحالي فريسة لأفكار الإلحاد. مين اللي خلق؟ نأخذ نظرية داروين، نأخذ نظرية كذا، نأخذ نظرية فلان. الصدفة الطبيعة هي اللي أوجدت نفسها الكون ملوش خالق ما فيش إله خالص تماما إلى غير ذلك من الأفكار الكلام ده كله أدى إلى أن البعض أنكر وجود إله البعض أنكر وجود القرآن والاعتراف بالسنة والتخبط اللي لقيناه مع بعض الشباب حتى أنه يتكلم كلام علمي صحيح كلام عقلاني للأسف مش موجود عندهم وبالتالي فعندنا عندما نتحدث عن بدء الخلق لا بد أن نرد عن على هؤلاء الملاحدة وعلى هؤلاء الذين يحاورون أنفسهم في هذه القضية وعلى هؤلاء الذين طرحوا أفكارا ضللوا بها العالم بالتالي فإن أهمية هذا الأمر هو أن نتعرف على هذه المعاني الإيمانية وإحنا بنتكلم في معنى او في بدء الخلق وكيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض وما بينهما الى غير ذلك هنلاقي نفسنا بنتعرف على معنى اسم الله تعالى الواسع على معنى اسم الله تعالى الاول على معنى اسم الله تعالى الاخر بعض الاسماء الحسنى الظاهر الباطن المحيي المميت المبدئ المعيد القادر العظيم الرب معنى الرب معنى الاله كل هذه المعاني سوف نجدها تغرس في قلوبنا ونحن نتحدث عن بدء الخلق ونستعرض هذه المعاني التي وردت فيها اذن هذه الموضوعات غايه في الاهميه ونحن نستعرض قصص الانبياء ولا بد ان نقف عندها وقفه ذات مغزى هذه الوقفه تقول لنا ايها المسلمون دينكم صحيح ايها المؤمنون كتابكم هو الوحي الرباني أيها المسلمون لا بد أن تتفكروا في الكون أيها المسلمون عودوا إلى دينكم أيها المؤمنون بربكم لا بد وأن تعلوا في العلم حتى تستطيعوا الرد على هؤلاء المضللين صحيح أنه مش هينتهوا لأنه قيل هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يبقى أن نقول إن المسلمين إذا عادوا إلى دينهم وتقدموا في العلم فانهم سيستطيعون نشر هذه الافكار بين اكبر عدد من الناس ليزداد الناس ايمانا وليدخلوا في دين الله افواجا نلتقي بعد الفاصل وماذا بعد ذلك في بدء الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بعد الفاصل وكنا نتحدث قبله عن أهمية الحديث عن بدء الخلق وكيف أن هذا سيزيدنا إيمانا إن شاء الله. السؤال الثاني بعد ذلك هو من الذي يتحدث عن بدء الخلق؟ إحنا قلنا في البداية إنه هذه القصة شغلت الكثيرين، شغلت الفلاسفة تكلموا في قصة هذا الكون وكيف وجد ومن الذي أوجده؟ بدأوا يسرحوا بخيالاتهم في هذه المسألة ويضعوا هذه التصورات. علماء الكون علماء الطبيعة بدأوا يشتغلوا في هذا الموضوع الأديان تكلمت اليهودية النصرانية الإسلام تكلم في ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا السؤال اللي بيطرح نفسه هو مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناخد منه الكلام في الدين فقط هو بيتكلم لي عن قصة الكون إيه العلاقة بين الدين وبين قصة الكون وبدء الخلق والكلام ده كله فقلنا لهم طيب أن تفتكم أمرين الأمر الأول أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالخالق هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتحدث طب يتحدث في إيه؟ يتحدث عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله تعالى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تتحدث في هذه الأمور طيب الأمر الثاني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء تنزيهه من الله سبحانه وتعالى فقال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش الكلام ده من عنده إنما قال الله تعالى علمه شديد القوة طيب يبقى معنى ذلك أن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة بدء الخلق وفي مسألة الكون وقصته وفي مسألة ما يتعلق بهذه الأمور إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى وبالتالي فيؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحدث به أو فيه عن الدين وكذلك ما يتحدث فيه عن هذه الأمور الأمر الثاني بعد كده هو أن الفلاسفة تكلموا وعلماء الكون تكلموا طيب والأنبياء لما تكلموا هل في تعارض ما بين العلم والدين؟ طب وإذا كان في تعارض في بعض النقاط هناخد بكلام مين؟ الحقيقة إنه هذه القضية شغلت الكثيرين ونلاقي بعض الناس بيشطحوا بأذهانهم في هذه المسألة إيه السبب؟ إنهم قعدوا يركنوا إلى علم فقط وعلم غير صحيح. يعني العلم الصحيح لا يتعارض مع الدين، بس المشكلة عندنا إنه لما يكون هذا العلم صحيح إنما لما يكون افتراضات نظرية غير صحيحة أو افتراضات لا تمت إلى الواقع بصلة يبقى الكلام ده غير صحيح وبالتالي قدامي حاجة من اتنين يا إما اخد بكلام من قال أنا خلقت اخد بكلام الصانع هو صنع إزاي أو إني أترك كلام الصانع وأجل كلام واحد قعد يتخيل ويفترض ويقول والله انا بيخيل الي كذا وبيتهيأ لي انه عمل كذا طب ما انا عندي الصانع نفسه نضرب مثال الصانع او المخترع اللي اخترع التلفزيون قال والله انا عملت الخطوه الفلانيه لقيتها غلط وعملت الخطوه الفلانيه لقيتها غلط عملت الخطوه الفلانيه لقيتها صح ووصلت من هنا الى هذا الاختراع طيب اخد بكلامه هو اخترع ازاي ولا اروح اضرب الودع مع الناس ونقعد نقول والله احنا بنتخيل هو اخترع ازاي المصريين القدماء الناس بتبحث في حضارتهم عشان يوصلوا ويشوفوا هو التحنيط وصلوا له ازاي طيب افرض ان احنا لقينا برديات بتقول لنا سر التحنيط وخطواته وبيعملوا فيه ايه ولقينا الالات المستخدمه اخد بكلامهم ولا اقول لا والله انتوا يا جماعه تعالوا تخيلوا هم الناس دي كانت بتحنط ازاي لما حضرتك تعرض عن المخترع عن الصانع يبقى أنت بتضيع وقت، يبقى أنت بتعمل أي حاجة تاني نوع من الخيال، ما نسميهوش علم. وبالتالي فلا بد وأن أرجع إلى من صنع، مين اللي صنع الكون ده؟ ما حدش ادعى، ما حدش أنا اللي عملت إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. كل من ادعى الألوهية من قبل لم يزعم أنه خلق. أمال إيه؟ أنا الإله بس. طب الكون قال لا أنا ما خلقتش. لم ينسب لنفسه ذلك. لقينا الكون، لقيناه موجود. يا جماعة بتاع مين ده؟ مين اللي خلق؟ قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. ونسب ذلك إلى ذاته العلية. نضرب مثال مشهور لو إنه حضرتك ماشي في الشارع لقيت شنطة. يا جماعة بتاعت مين الشنطة دي؟ كل الناس سكتت إلا واحد قال الشنطة دي بتاعتي. وهقول لك على أمرات أنت لو فتحت هتلاقي الجيب الفلاني فيه ورق كذا وكذا وكذا، وهتلاقي السوستة التانية فيها كذا، وهتلاقي مش عارف محطوط فيها الفلوس الفلانية، وهتلاقي فيها الكارنيهات. الله ده الراجل هو اللي قال دي بتاعتي وهو اللي قال الامارات بتاعتها، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا انا اللي خلقت وهو اللي قال لي خلق ايه؟ وهو اللي قال سبحانه وتعالى صفات المخلوق اللي خلقه، لما القرآن يقول لي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ويجي العلم بعد 13 قرن أو 14 قرن يأكد الكلام ده في القرن العشرين يؤكد صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يبقى معنى ذلك إنه هذا الخلق لا يعلم به أحد إلا الله وهو الذي قال عن ذاته العلية ذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فطالما هو الخالق ليه بنتعب نفسنا؟ الفلاسفة قعدوا يحطوا شوية تصورات يقول أنا متهيأ لي كذا وأعتقد كذا وأنا شايف أنه طيب عندك أبحاث علمية شفت الكلام ده بعينيك لا ده نوع من الفرضيات فالقرآن الكريم ادانا قاعدة الماء أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما شافوش السماء اتخلقت ازاي ما شافوش الأرض ربنا سبحانه وتعالى خلقها ازاي ولا خلق أنفسهم ولا حتى شافوا نفسهم اتخلقوا ازاي طب هم بيتكلموا على أي أساس بيتكلموا بناءً على الرؤية لم يشاهدوا ذلك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. بيتكلموا عن أبحاث علمية حقيقية تثبت ذلك ولا عن فرضيات وناس بتقول يعني أنا متوقع كذا أو على فرض كذا. ده ما ينفعش. وبالتالي إلى كل شاب بن ألحد وسأرى في طريق الإلحاد. حكم عقلك. وتعال نستمع إلى حجة العقل وتعال نستمع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بيكلمنا بالعقل ويوحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجادلة لما ربنا سبحانه وتعالى يعرض خلق السماوات وخلق الأرض والآيات البهرة والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب كل هذا وربنا سبحانه وتعالى يجعل القرآن الكريم وحيا مسطورا ويجعل الكون وحيا منظورا الله سبحانه وتعالى جعله حتى نتدبر في خلقه حتى ننظر في الاء الله سبحانه وتعالى حتى نتدبر في نعم الله عز وجل كيف خلق قل سيروا في الارض فانظروا الله تعالى هو الذي امرنا بذلك وبالتالي نحن مامورون بهذا التدبر ومامورون بالتفكر كيف بدا الله تعالى الخلق وكيف يعيده مره اخرى تابعونا بعد الفصل السلام عليكم ورحمه الله عدنا بعد الفاصل وكنا قد تحدثنا عن اهميه هذا الموضوع وتحدثنا كذلك عن من الذي يتكلم في هذا الموضوع من الذي يتكلم في هذا الموضوع يبقى لنا فيه عدد من الجزئيات هل كل جهد بشري تم في موضوع اكتشاف الكون ومن الذي خلق ومن الذي اوجد وكيف بدا الخلق و و و الى غير ذلك وكذلك قصه ما كان وما سيكون هل هذه هل هذه الاعمال البشريه كلها مرفوضه؟ الاجابه لا، لانه هذه الاعمال هي عباره عن جهد بشري مشكور لكنه محدود وعلى قدر طاقه اصحابه، منهم من اصاب ومنهم من اخطا، الحقيقه انه هذه المحاولات لتفسير نشاه الكون وتفسير تطور هذا الكون وتفسير ما حدث فيه وما وقع فيه المشكلة انه في كثير منها جانبه الصواب، لماذا؟ لانه لم يستند الى اساس صحيح، انما الاستناد عندنا الى ما جاء في القران الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكرر مرة اخرى، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وبالتالي الله سبحانه وتعالى لانه الخالق فهو يعلم ما خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تعالوا نشوف القرآن الكريم هو بيتحدث عن هذا الموضوع قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا تعبدوا معاه آلهة تخلوهم ند لي على قدم المساواة تقولوا اللات والعزة ومناة وتقولوا إله الخير وإله الشر وهناك يقولوا راع إله الشمس وجب إله الأرض ونط إله السماء الآلهة اللي كانت موجودة عند الفراعنة وعند الرومان وعند الإغريق وعند العرب وعند غيرهم كل الكلام ده جعلوا لله سبحانه وتعالى أنداد الفراعنة قالوا كده رع إله الشمس حطحور إله النماء ورمزوا لها بالبقرة إزيس وأزريس للخير والشر وست إله الشر وأنوبيس وعجل أبيس والنيل جعلوا له, جعلوا له إلها هو سموه حابي إلى غير ذلك يجوا في الرومان واليونان ويخلوا آلهة للخير وآلهة للشر وكل حاجة لها إله وكل حاجة يخلوا لها صراع هذه الأفكار كلها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن خدوا بال حضراتكم أنه ما زال باقي بعض الديانات الوضعية وهؤلاء الآلهة الذين خلقوهم بأيديهم وصوروهم آلهة من دون الله تعالى القرآن الكريم بيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين هذا هو الاله الذي خلق العالمين وهو الذي رزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم العرب جعلوا اللات العزة مناه الى غير ذلك 360 صنم حول الكعبه المشرفه كانت موجوده الى ان هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصنام في فتح مكه يبقى معنى ذلك انه هؤلاء طب انهي اله انهي اللي يستحق العباده؟ لو هؤلاء الالهه جميعا ساعدوا بعضهم فانهم جميعا لا يستحقون العباده، لانه كل واحد فيهم محتاج للاخر. الاله ما ينفعش يبقى محتاج لغيره، ولذلك الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق. الله تعالى لا يحتاج الى شريك، انما اله محتاج لمساعده اله، ده اكيد تعبان، اكيد عنده نقص، اكيد بيمرض، يبقى ما ينفعش اله. طيب آلهة كثيرة 360 إله وبعدين إله بيغلب إله يبقى في بينهم حرب وصراع لو أن إلهًا غلب إله آخر يبقى المغلوب ده ما يستحقش إنه يكون إله ده مش عارف يدافع عن نفسه مجموعة آلهة أصنام كانت موجودة في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وهدمها سيدنا إبراهيم وبعدين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يوم ردين على نفسهم يقولوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم بيتكلم عنهم بسوء يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون جابوا سيدنا ابراهيم عليه السلام اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم سيدنا ابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون طيب لما بداوا يفكروا ازاي ده الهه بتكسر الهه كنا بنعبدها واصنام كسرت ما استطاعت ان تدفع عن نفسها تستحق انها تكون الهه تعبد من دون الله طيب المنتصر ده نعبده علشان هو الاله برضه ما ينفعش لانه وجد له شبيه وجد له مثيل والله تعالى يقول ليس كمثله شيء ما فيش حد زيه ما تقوليش ان هو في حد لي صفات الاله مثل الله سبحانه وتعالى وبالتالي ليس كمثله شيء حتى في الاسم الرحمن هل تعلم له سميه في حد تاني اسمه زي اسم الله عز وجل ما فيش، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا غني عن كل شيء. وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، يبقى ما ينفعش فاحنا قصة الخلق والآلهة والكلام ده كله، لا بنقول استنوا كل هذا محض افتراء على الله. قل أئنكم آه لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إيه اللي حصل في الأرض؟ وجعل فيها رواسي من فوقها جبال عليها وقدر فيها اقواتها جعل فيها رزقها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بعد الكلام ده كله يقولوا هو مين اللي خلق؟ بعد ما وصف لنا ازاي خلق الكون يقولوا هو هناخد بنظريه الفلاسفه ولا بنظريه داروين ولا بنظريه غيره ولا الناس تلحد وتقول ما فيش اله للكون والكون خلق نفسه واوجد نفسه اذا هذا الامر لا يصح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ورد عنه انه استمع وروى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم فذكر لنا ما كان ما كان في ايه؟ كيف بدأ الله الخلق؟ ثم ذكر لنا الأمر حتى دخول الناس الجنة والنار من أول الخلق إلى قصة دخول الجنة والنار حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه لكن في النهاية يبقى لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وأخبرنا عن خلق الله سبحانه وتعالى للخلق فيما كان وفيما سيكون. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول كده عن القران الكريم هذا كتاب الله فيه نبا من قبلكم وفيه خبر ما بعدكم ايه اللي حصل وايه اللي هيكون وما هو كائن وما كان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك. اذا خلاصه ما قلناه ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء وهناك اهميه للحديث في هذا الموضوع والحديث عن بدء الخلق ونحن نستعرض قصص الانبياء لياتي بعد ذلك دور خلق الانسان وكيف ارسل الله سبحانه وتعالى الانبياء والمرسلين، هدفنا من ذلك ان يقوى ايماننا وان نرد على الملاحده وان نعرف الحجج ونحن في امس الحاجه الى ان نتعلم علما شرعيا صار الان واجبا علينا حتى نرد عن ديننا وان ننصح لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يعني إيه تنصح لله يعني تدافع عن الله عز وجل ترد الشبهات عن الله سبحانه وتعالى الآن الدفاع عن الله عز وجل دفاع ضد الملاحدة وضد التكفيرين حتى ترد عن دين الله سبحانه وتعالى فواجب علينا أن نتعلم في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى سوف نستعرض سويا هذه النظريات التي يقول بها الناس نظريات الملاحدة النظريات في خلق هذا الكون وفي أصل هذا الكون وفي نشأته وفي وجود الإنسان ونعرض الرد الشرعي والعقلية عليها إن شاء الله تعالى فانتظرونا حتى ألقاكم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته